السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة أسرار تربية النحل من المغرب. بداية أود أن أدعو الذي لم يشترك بالقناة إلى الاشتراك فضلا وليس أمرا، وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصل كل جديد. موضوع اليوم هو هذه الخلية التي أمامي. موضوع اليوم هو التحدث عن إمكانية التقسيم في الشهر العاشر ومدى نجاحه. فهذه الخلية سبق ورفعت عنها فيديوهات سابقة، 3 فيديوهات وتحدثت حول التقسيم، لكني لم أقم بالتفصيل في الموضوع. لكن هنا أود فقط أن أبرهن وأبين بأن التقسيم ناجح وأجعلكم تشاهدون بأعينكم، لأن بعض المتشددين ربما كما أسميهم يقولون بأن التقسيم، وهم ذوي احترافية في مجال تربية النحل، يقولون بأن النحل لا منهم من قال لي بأنه لا يربي الملكات أبدا، ومنهم من قال بأن التلقيح لن ينجح، ومنهم كل له قول، لكنهم يؤكدون على عدم إمكانية التلقيح. الإطار هذا كما تشاهدون حضنة مرتبة بشكل جميل، رغم أنها قليلة نظرا لقلة النحل الحاضن، فالنحل تركت له إطارات كثيرة وقد قل النحل. فهذه الخلية كانت بدون ملكة لمدة 45 يوما على الأقل، وهي بدون ملكة تضع البيض، فشيء طبيعي أن يتناقص عدد النحل في الخلية، لكن سرعان ما سيعوض إن شاء الله بعد أن أقوم بسحب الإطارات وأضغط الخلية. سأترك لها 4 إطارات وأزيل الباقي لأجعلها مضغوطة إن شاء الله، وسأرفع لها فيديو إن شاء الله فيما بعد، لكن بعد شهر أو شهرين إن شاء الله، وأشير إلى الموضوع إن شاء الله. انظروا إلى الحضانة هنا، حضانة مغلقة جميلة مرتبة، وأقسم لكم بالله أن تلقيح الشهر العاشر، ونجح معي في الشهر 9 أيضا، والخلية جميلة وتشتغل بشكل جيد. سبحان الله، ولله في خلقه شؤون. كما سبق وقلت، لو توفرت حبوب اللقاح وتوفرت الذكور في المنحل، فلا أنا حسب رأيي الخاص فلا مانع للتقسيم أبدا بصفة قطعية ونهائية، لأن النحل يقرر مصيره بنفسه كما أوحى له الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.